السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة من الإخوة والأخوات، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله، مذكرا نفسي وإخواني بقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا مذكرا نفسي وإخواني بقول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وفقهم الله لكل خير. وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، سلمهم الله من السوء والمكروه. أستعين بالله للإجابة على الأسئلة، وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ هذا الإمام، تفضل، الله يحفظكم. معنى الآية الكريمة مدهامة خضراوان، جزاكم الله خير. وإياك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عليكم يا شيخنا. الحمد لله. شيخنا، إذا أعطيت مبلغا لشخص ليتجر فيه بنسبة بيننا من الربح والخسارة، هذا المبلغ هل أزكيه كل سنة؟ طبعا، مال مستثمر يزكى كل سنة. طيب شيخنا الله يحفظكم، عندي رجاء الله يجزاك خير. تفضل. شيخنا، هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عقب على استعمال الصحابة لبعض اللهجات الدارجة في أسئلتهم؟ بعض إيه؟ يعني هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه آت يسأله فعقب عليه النبي صلى الله عليه وسلم في استعماله للفظة معينة على لغة هذا السائل؟ لفظة معينة على لغة هذا السائل؟ نعم. لا أحتاج إلى استقراء، أحتاج إلى استقراء. طيب شيخنا الله يجزاكم الله خيرا وأمدكم بالصحة والعافية. لكن ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بعض الألفاظ، ورد مثلا أنه لا تقول العتمة، ولا تقول أنا بالكرم، فإن الكرم قلب المؤمن. لا أقصد هذا شيخنا، لا أقصد هذا، أقصد اللهجات الدارجة، اللهجات الدارجة في قريش وفي بقية القبائل. أحيانا شيخنا ما أريده، جزاك الله خير وهذا رجاء لعلك يتسع صدرك له، أحيانا يتصل بعض المتصلون أو بعض المتصلين ويكون أناس كبار السن وهم غير طلاب، ليسوا طلاب علم، وفضيلتك تعقب عليهم على استعمالهم بعض الألفاظ الدارجة على ألسنتهم اللهجة. طبعا لازم نعلم الناس، هذا هو باب تعليم. يعني مثلا نعقب على واحد مثلا يقول البتاع مثلا على سبيل المثال، لازم نصحح، ما فيش مشكلة أبدا. المقام مقام التعليم يختلف عن مقام السخرية والاستهزاء، أعوذ بالله منه. مقام التعليم واسع، الأمر واسع.
الناس تستعمل لغة غير اللغة العربية واللغة ركيكة، ما في مانع أبدا. لكن هم واحد شيخنا، هم ليسوا طلاب علم، ولا هم من ليسوا عوام الناس يتكلمون بهم، ليسوا هم المقصودون بأعانيهم. مقصود شخص، إياك أعني واسمع يا جار، أنت في مقام تعليمي ليس السائل الذي يسمعك فقط. واحد يقول اسمي محمد محمد، قل لا يا أخي، الصواب محمد ابن محمد، إيه المشكلة فيها؟ لأنه أحيانا شيخنا يكون شخص قد يقع في الحرج وقد لا، الأمر سهل والحمد لله، هم يتقبلون بصدور رحب الحمد لله. عارفون من فضل الله أننا لا نقصد أبدا أبدا، والله شهيد، أن نقصد السخرية منهم أبدا، إنما المقام مقام تعليم ومقام إرشاد، فلا مانع أبدا أن تقول يا جماعة صححوا هذه اللغة البتاع والزيك وفلان فلان، لما نعبد أن نعلم الناس بالنسبة. طيب شيخنا جزاكم الله خيرا وشكر الله لك. ولك. المبلغ هذا الذي في المتاجرة، أيوة، هل هناك قول أنه يزكيه إذا قبض؟ لا، في المتاجرة مع لا أعلم هذا القول، لكن هو في المتاجرة القول فيه أشد، أنه مال مستثمر، كلامهم في يزكيه إذا قبض في الدين الميت، في الدين الميت. الله يحفظكم، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك، شكرا لكم. السلام عليكم. وعليكم السلام قاتل الشيخ مصطفى. ايوه مصطفى، بعد اذنك يا فندم، انا عايز بس تديني دقيقتين اتكلم بعد اذنك. يعني تفضل. انا اسمي اسلام حسن الشيخ. نعم. من اسكندريه. اسمي اسلام حسن من اسكندريه. اسلام ابن حسن، تفضل. انا حضرتك بتجيلي كده زي مش عارف تهيؤات ولا، يعني كل ما اقرا صوره في البيت، صوره الطارق او رايت الذي كذوب الدين، اي حاجه بسمعها في المسجد او في المسجد الحرام. فمش عارف ايه اللي بيحصل معايا ده، هل دي تهيؤات فعلا؟ بقالي 3 سنين وبشوف حاجات، يعني ما يعني بتبهدل وبتشتم وبتأذى، الناس بتظلمني انا. عفوا عفوا، تقصد ترى الايه قبل ان يقراها الامام؟ يعني انا مثلا قريت في البيت مثلا رايت الذي يكذب الدين او سوره الطارق او سبح باسم ربك الاعلى، بسمعها في المسجد الحرام، هل فعلا، هل انا بس، انا عارف ان انت راجل عالم ربنا يديك الصحه وعمرك ما تكذب عليا، هل دي تهيؤات ولا انا فعلا المهدي المنتظر ولا ايه؟ انا مش فاهم اللي بيحصل معايا ده يا شيخ والله. لا لا، انت مش المهدي المنتظر، تاكد انك انت لست المهدي المنتظر. طب الصور اللي بقراها في البيت دي واللي بتحصل في جميع المساجد اللي في اسكندريه حوالين مني، يا أخي الكريم، يعني أنت توقن أنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله ولا لا؟ طب يا شيخ، والاتهامات اللي أنا بحس أن مثلا الحكومة والحاجات دي، أنا خايف، مش عايز أتكلم في السياسة بس أنا بحس، لا أتكلم في كل حاجة دلوقتي، في السياسة، في اقتصاد، في أي حاجة، ما دام أنت وصلت لحالة أنك شاكك أنك أنت المهدي، لا طلع كل حاجة عندك، تفضل، حالتك خاصة يعني، فضفض. انا يعني انا بقالي 3 سنين حتى رحت المستشفى الامراض النفسيه عشان اعرف. أيوة. لا انا فعلا مريض نفسي، الدكاتره قالوا لي لا، رحت لكذا دكتور والله. لا ان شاء الله. انا اقول لك حاجه يا اخي، يعني اكثر من ذلك كويس، مفيش حاجه، صبرا صبرا بس هكلمك اهو، الحمد لله. أيوة. انت ذهبت للاطباء صح؟ تمام. وعجزوا عن دوائك. تمام. عليك بدعاء الله الذي لا يعجز عن شفائك، وعليك بالاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى. والله يا شيخ اللهم لك الحمد، ماسك في ذكر الله في الصلاه. أيوة في العباده. شوف لن تخيب ما دمت بقالي 3 سنين على الحال ده، اقول لي لن تخيب. الصوره اللي بيحصل معايا في اليوم، بلاقي نفس حتى ساعات حضرتك بلاقي البوستات بتاع حضرتك متوافقه معايا على صفحتي. عليك بدعاء الله، عليك بدعاء الله، شكرا، سلام، عافاك الله، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت أسأل أقول لحضرتك السلام عليكم، وحضرتك خبرني الصحة والضعف يا شيخ. تفضل. علق أبو داود عن مسلم من ابن إبراهيم عن المستمر من ريان عن أبي الجوزاء عن عبد الله بن عمرو. أيوه. ممكن بس تراجع سماع أبو الجوزاء من عبد الله بن عمرو. نعم. راجع بس سماع أبو الجوزاء من عبد الله بن عمرو. ما انا مش عارف، انا مش بتعلم يعني. لما هو تراجعها، تراجع السند بس، بس ضعيف او صحيح؟ ها؟
لا زرجوه اشوف بس السماع. ايوه ماشي. اوكي شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ انا جزاكم الله خيرا. حكم من قال ان النبي اخطا في التعامل مع عبد الله بن مكسوم. حكم من قال ان النبي اخطا في التعامل مع عبد الله بن مكسوم صلى الله عليه وسلم. والله لا اعلم الا ان الله قال هو أصدق القائلين عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. اجتهد النبي لتعليم أمته، اجتهد ووجهه الله إلى الأسباب لتعليم أمته. عبر بأسلوب آخر، عبر بأسلوب آخر. هل يعد تطاولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أنه قد أخطأ؟ لا مش تطاول، يعني أسلوب غير لائق بشخص تتكلم في حق هذا الكلام كرسول الله. الرسول اجتهد، قل اجتهد، اجتهد في المسألة انه كان يرجو اسلام قومه، فلما اجتهد كان الاجتهاد يحتاج الى ارشاد من الله فارشده الله كي تعلم امته. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. ازي حضرتك الشيخ مصطفى؟ الحمد لله انا بخير. حضرتك يا شيخ كنت سألك سؤال قبل كده في الموضوع، كنت قايل لك كنا حضرتك مقدمين على بيت، كنا شارين بين حد ودافعين المبلغ، كنا متفقين على 732 ودفعنا 400 وقلنا شرط الجزاء 50 مده 3 اشهر لو ما حضرتك ما اديناش. حضرتك ال 3 اشهر عدى واحنا قلنا هننزل وناخد ونخصم الشرط الجزائي. جيت جينا قالنا شهر وهديلكوا الفلوس واخصم الشرط الجزائي. قعدنا 3 سنين على المول ده وحضرتك معلش دي قضية تسمع من الطرفين، لا استطيع مش عارف اتواصل معاك تاني. لا استطيع ان اسمع من طرف واحد قضية مالية. بارك الله فيك. عندي سؤال تاني. اتفضل. لو انا عايز ادرس مع حضرتك حديث اتصل بي على الخاص او زورنا زيارة عاجلة. طب اين المكان؟ قرية ميني سمنود مركز اجادة قهلية. شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام كده. نعم مصطفى تفضل. من احبك في الله يا شيخ مصطفى. احبك الله الذي احببتنا له. كان في سؤال كده لحضرتك. تفضل. دلوقتي حضرتك انا شغال في محل تمام والحمد لله رب العالمين، بروح اصلي في المسجد، بقفل ساعه الصلاه واروح اصلي في المسجد. ماشي. فحوالين مني المحلات كلها في شباب بيبقى نفسهم يصلوا بس ما ينفعش يقفلوا المحلات، دول شغالين عمال. فهل ان انا ممكن اجمعهم ونصلي جماعه مع بعض ولا انا الاولى اروح المسجد؟ الجمعه ولا لكن لا مش جمعه، ده كل الفروض العاديه غير الجمعه. ممكن تعملوا مصلى في مكانكم. ممكن. تمام. وان كان الافضل الذهاب للمسجد. الافضل الذهاب للمسجد، لكن انا لو انا هجمعهم افضل ان انا اقعد معاهم واجمعهم احسن اصلي الفرد يعني جماعه، ولا انا اروح انا المسجد وخلاص؟ ممكن غيرك يروح يجمعهم، ممكن تأسس التأسيس وتروح أنت المسجد لو أنت مستطيع. تمام يا شيخ. شكرا الله يحفظك. بارك الله فيك يا أم همام، بارك الله فيك يا قصي، فيك يا قصي الحسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ربنا يبارك في عمرك شيخنا. وإياك. عندي سؤال يا شيخنا ربنا يبارك فيك. اسأل يا حبيبي. امرأة أرملة تعيش في بيت أهلها. أيوه. وبسبب خلافات أسرية وتفكك أسري مع أهلها تركت البيت لمكان غير معلوم. وبالبحث عنها وجدوها متزوجة زواج عرفي، ولما علموا بهذا الزواج وافقوا على هذا الزوج، لكن الزوج رفض أن يكتب رسميا أو حتى عرفيا، وهي وافقت أن تبقى معه وأهلها وافقوا على ذلك، فما حكم هذه العلاقة؟ علاقة زنا. رافض يتزوج لا عرفي ولا شرعي. طب اهلها وافقوا على بقايا معها؟ وافقوا على بقايها في الزنا. ليه؟ لا هو راضي يتزوج لا عرفي ولا شرعي. يعني كده موافقه الولي كده يعني لا تصلح. انت بتوافق انك تزوج ابنتك لي وانا غير موافق عليها. لا انا اقصد ان اهلها وافقوا. يا اخي وافقوا على ماذا؟ ما وافقوا على زواج لا عرفي ولا رسمي. اي أنت تقول لم يوافق الزوج، لم يوافق على الزواج أصلا. لا هو وافق على الزواج لكن مش عايز يكتب أي شيء. مش عايز يكتب، مش عايز يكتب. اختلفت المسألة.
طيب. مش عايز يكتب يعني مش عايز يكتب لها مثلا حق من حقوقها يعني تبقى معه ولا عندهم علم بس مش عايز يكتب اي شيء يعني يربط به نفسه يعني. ولا شهود ولا اي حاجه؟ لا في شهود واهلها راضيين. يزوجوه يزوجوه ولو لم يسجلوا اخف من البلايا اللي هي فيه. اي نعم. شكرا. الحسيني الجندي بارك الله فيك يا حسيني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا ازي حضرتك؟ الحمد لله. الله يحفظك يا رب. بقول لحضرتك يا شيخنا حكم الزواج من امرأة زواج شرعي بدون توثيق في الشهر العقاري او عند المأذون. بولي؟ بولي شرعي تماما بكل شيء مهر وولي. الزواج صحيح؟ يجوز يعني. ايوه لكن لماذا هذا؟ لان في حقوق ستضيع بعد ذلك. نعم. يعني في حقوق ومشاكل ستترتب. الزواج صحيح لكن بعد كده هل يتفعل هذا لسرقة الدولة واخذ المعاش الذي لابيها او لامها او لا؟ ثانيا اذا قدر وارادت الطلاق للاذى الذي يلحقه بها كيف ستفعل؟ ثالثا إذا قدر الله أنجبت كيف سيصنع بالولد؟ نعم. كلها مسائل مترتبة. أما الزواج في الأصل صحيح. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. إيه ليه استئذان بس عند حضرتك؟ كنت عايز اعرف صحه 4 حديث أو 5. اتفضل. الله يحفظك. الله يكرمك. إيه سؤال قصدي الحديث سيدنا بتاع اللي هو اللهم اني اسالك العافيه في الدنيا وفي الاخره اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللي هو الاخر لحد اللهم اني اعوذ بك من اختل من تحتي. ايوه له اسانيد تصحح بمجموعها. تمام. طب وحديث سيدنا اللي هم لما في السيده عائشه لما ان هم ذبحوا شاه والرسول صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث قال لها بقي كلها غير كتفها. لا في بعض الكلام الحديث هذا. تمام. طب وحديث اللي هو في اللي هو بتاع الرسول لما قال من وليس لك يا ابن ادم الا ما اكلت فافنيت ولا لست ف صحيح. يقول ابن ادم يقول ابن ادم مالي مالي وهل لك يا ابن ادم من مالك الا ما لبست فأبليت وكلت فأفنيت أو تصدقت فأبليت أو تصدقت أنا فاكره سيدنا وهو وين الحديث في صحيح مسلم بس حضرتك عليه علة ولا لا؟ صحيح. وتصدقت فأمضيت. الله يسلم. تمام. حديث سيدنا اللي هو فرقوا وفرقوا بينهم في المضاجع هل الحديث ده يعني هل صحيح ولا في علة؟ بعض العلماء يعلونه بعض العلماء يعني مش ليس بذاك القوي المتين إنما فيه الوجهان لأهل العلم الذي مطلعه علموا أولادكم الصلاة لسبع ليس القول فيه يعني بالقطعي. مظبوط. طب في حاجة سيدنا في الباب دوت مثلا حاجة صحيحة مثلا في البخاري أو في مسلم أو آية قرآنية لأن صراحة مش حافظ القرآن في شأن في تعليم الصلاة للأولاد يعني؟ لا اقصد ان هم نفرق بينهم في المضاجع بس اقصد حاجه ثابته عن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها مثلا في هذا الباب. عندنا الله لا يحب الفساد. مظبوط مظبوط. ممكن نستدل برضه سيدنا باللي هو كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته يعني ده باب ينفع برضه نستدل به في هذا الامر يعني. ليس صريحا. تمام. طب حديث بقى سيدنا عشان انا سالت فيه كذا مره اللي هو انا عند ظن عبدي بي ان ظن بي خيرا فله وان ظن بي شرا فله بهذا المتن هل هذا ثابت ولا الثابت اللي هو انا عند ظن عبدي بيه بعد كده بقى اللي هو في البخاري ومسلم؟ لا اما لفظة فله لا في لفظة بس احتاج تحرير الالفاظ بس ان خيرا فخير وان شرا فشر وفي رواية فليظن بي ما يشاء فاحتاج مراجعة الالفاظ في الجملة المعنى ثابت انا عند ظن عبدي بيه ثابت. أو مظبوط بس أنا أقصد اللي ثابت اللي هو أنا عند ظن عبدي بي من غير لا ما أستطيع لا أستطيع أن أقرر إلا بعد المراجعة. مراجعة. تمام. طيب حديث بقى سيدنا اللي هو بدايته أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرة عيسى عليهما السلام وآخره اللي هو لما جه قال له الصحابي دعوه عنك فلو وزنته بأمته لوزنه.
لا هذا لا حفظ. أنا دعوة أبي إبراهيم أبشارة أخي يوسف، ورأت أمي نورا خرج منها أضاءت له أعناق الإبل ببصرى، يحسن لشواهده، مع أن اللفظة الأخيرة أيضا فيها بعض الكلام. مظبوط. طيب آخر آخر حديث سيدنا اللي هو الحديث بتاع خزيمة بن ثابت لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو يعني أنا بصدقك يا رسول الله في شهادته مش هصدقك علشان كده درهم حاجة كده من الحكاية. صحيح 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 ده صحيح. أيوه وأشكرك جدا يا سيدنا، معلش تعبت محرك معلش. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. سمعت يا شيخنا، ما قول حضرتك في امرأة تشاهد مباريات كرة القدم؟ والله يا شيخنا هذا من قلة المروءة و يعني ظني أنها مجانبة للصواب. قلت ذلك شيخنا لبعض أصدقائي فقالوا وما العيب في ذلك؟ وما العيب في ذلك؟ وما العيب؟ الأفخاذ ظاهرة كما ترى. الأفخاذ ظاهرة، وفضلا عن المفاسد العامة في النظر إلى الكرة، يعني أصبح الناس يوالون ويعادون في الكرة، فطبعا أنت تعرف قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل المؤمنات يغضن من أبصارهن. يا حضرتك برضه شيخ بتقول القولة دي على الرجل والمرأة سواء، الرجل والمرأة الاثنين ما يشهدوش مباراة كرة القدم؟ لا، في فرق بين النظر الرجل للرجل ونظر الرجل للمرأة. الرجل ينظر الماتش عادي. أنا اتكلمت يا أخي عن الكرة بما فيه الكفاية يا أخي، أخرها اليوم بين المغرب والعشاء، ممكن تراجع المقاطع في هذا الصدد. شكرا لك، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم شيخ، أنا بسأل على حكم التأمين الاجتماعي. إذا كنت مختارا فلا تفعل لما فيه من الغرر وإيداع الأموال في البنوك الربوية للاستثمار بطريقة ربوية. لا مختارا يا شيخ. إذا كنت ما أقول لك ابتعد. شكرا. طيب تمام. لو مجبرا لا اسمع عليك. لو مجبرا يعني أنا لا اسمع عليك، إذا أنت مجبر أخذوا أموالي بغير حق فلا اسمع علي. يعني أنا لو رحت اشتغلت في مكان وهم هيأمنوا علي لازم يأمنوا علي. بقول لك لست ليس عليك إثم، انتهت القصة ما دمت مجبرا. طيب جزاك الله خير. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله في عمرك. وإياكم. سؤال بس بعد اذن حضرتك دلوقتي، انا كنت متزوج من حوالي 6 سنين وانفصلت عنها من 6 سنين ومعايا ولد منها، وبعد كده رحت تزوجت من حوالي سنة باخرى، فانا في الزوجة الاولى ليا ام ابني دي اللي انا رجعتها، فانا مش يعني مش قادر اقعد معاها، مش قادر اعمل ما بينها وبين التانية، لان التانية متأزمة نفسيا جدا، يعني تعبانة نفسيا ان انا رجعتها عشان خاطر الولد يعني. فلو انا قلت لها ان انا خلاص انا مش هقدر اعدل ما بينك وبينها، فانت انا هقعد معاكي يومين في الاسبوع شوف يعني هينفع معاكي او لا، لو مش هينفع اصبر 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 اصبر. هل يجوز للرجل ان يخير امرأته بين الطلاق وبين حضرتك؟ اتفضل. بقول يعني سؤال مشاكل زارت بين الرجل وامرأته، فأراد الرجل أن يطلق امرأته، هل يجوز له أن يقبل قولها أتنازل لك عن شيء من حقي وتبقيني؟ فقل يجوز له ذلك. يعني هو أراد هي مش عايزة كده، هي بتقول لي أنا ومفروض أنت تعدل وكده، بس قلت لها انا مش هقدر اعدل، انا حاسس ان الثانيه مظلومه اكتر، وانا اصلا يعني اصلا انا كمان مش قادر اقعد معاها، انا نفسيا مش قادر اقعد معاها. طيب عايز يعني لو انا قلت لها خلاص انت عايزه انا هقعد معاكي يومين في الاسبوع وعاجبك على كده عاجبك، مش عاجبك عايزه تطلقي وتاخدي حقوقك انت حره، فهي لو وافقت غصب عنها كده انا مثلا ما عدلتش، فانا كده علي كلامك كتير، بس كلامك كتير قوي يعني كلام مختصر
هل يجوز للرجل أن يخير امرأته بين عدم العدل وبين الفراق لأنه لا يريدها؟ يجوز له ذلك، بس إذا طلقت ستأخذ كافة حقوقها كمطلقة ولا تبخسها شيئا منها. ولو وافقت على مثلا يومين ولا حاجة زي ما أنا قلت لها لا بأس. الله قال في كتابه الكريم: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير، هي تتنازل عن شيء من حقها مقابل البقاء وهو يقبل ذلك، فلا مانع من ذلك، هذا أفضل من الطلاق. طب أنا بقى بالنسبة لي كده يعني ما الآية لست بآثم، الآية هي يا أخي كما هي الآية، وهذه الآية نزلت في الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها ويريد أن يطلقها فتقول أمسكني وأنت في حل من أمري، لا بأس بذلك. طب لو رجعت الشيخ مصطفى بعد فترة قلت لي لا أنا خلاص أنا تنازلت، هي بتقول إن ده حقي وأنا ممكن أنا أرجع في أي وقت أقول لا أنا مش خلاص ارجع، وأنا من حق أطلق في أي وقت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ جزاكم الله خيرا. وياكم. بفضلك يا شيخنا عندي سؤالين، السؤال الأول: ما حكم أن يغسل الولد أمه أو أن تغسل الأم ولدها والزوجة زوجها والزوج زوجته وغير ذلك؟ أما الزوج لزوجته والزوجة لزوجها فلا بأس أن تغسل الزوجة زوجها بعد الممات، وقد قالت عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي إلا نساؤه. ويذكرون أن أسماء بنت عميس غسلت عليا، فالله أعلم بصحة هذا، والنبي عليه الصلاة والسلام لما قالت عائشة ورأساه قال: بل أنا ورأساه، قالت: أظنك تحب موتي ولو كان كذلك لأصبحت معرسا ببعض نسائك أو لمسيت معرسا ببعض نسائك، قال: ذاك لو كان وأنا حي لغسلتك لهيأتك اللفظ الأصح ودعوت الله لك. وأما تغسيل الولد لأمه بعد الوفاة أو لابنته فالنسوة أولى بالنساء باستثناء الأزواج، لأن بنت النبي عليه الصلاة والسلام غسلتها أم عطية، وصى النبي ببعض الوصايا قال: اغسلناها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وهكذا النسوة يلين تغسيل الأم وليس الولد. طيب حضور الغسل يا شيخنا، الولد حضر غسل أمه هذا أيضا ليس من المروءة أبدا أن يطلع على عورة أمه بعد موتها ولا في حياتها، ولا يجوز له ذلك. الله يكرمك. السلام عليكم. عليكم السلام كيف حضرتك يا سيدنا؟ الحمد لله. بس حاجة سيدنا، عندنا في الشركة عاملين نظام الحياة عمرة بالتقسيط، ندفع مقدم وأصلنا الباقي يتخصم من المرتب، فهل ده يجوز ولا لا يعني؟ بسعر أكثر بلا شك. يعني هو تقريبا هي عاملة 30,000 الغرفة الرباعي. ما أعرف الأسعار، لكن نتكلم يعني ما يفعلونه الآن، واحد يتدخل لواحد وسيط وعمره بالتقسيط ويدفع ثمنه ويأخذه مع الزيادة، أو الشركة من أصلها تعلن عن البرنامج بالتقسيط كذا والنقد كذا، أرى الإبتعاد عن هذا في العبادات مثل هذه، والله أعلم. جزاك الله خير. وياكم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. سؤال يا شيخ عن حديث جرير بن عبد الله على بيعه النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ذكر النصح لكل مسلم. هذا الحديث يعني ذكر علماء بشرحه
قصة إن جرير اشترى فرس من رجل ثم ورد أنه يساوي أكثر مما أعطاه فرجع إليه وأزاده وأزاده. لا هذه القصة تحتاج إلى مراجعة عبد الرحمن. هذا الحديث حديث جرير بن عبد الله أنه اشترى من رجل فرسا ب200 فما زال يزيد وقل أنا ظلمتك أنا ظلمتك حتى اشتراه ب1000 أو نحو ذلك. نعم اذكر سنده بسرعة يا عبد الرحمن راجعوا الآن إن شاء الله. طيب يا شيخ بس تعليق يعني السؤال بقى يحتاج إليه عموم الناس دلوقتي. لحظة بس منش هنبني إلا من نشوف صحة السند وعند الطبراني وأغلب مفاريد الطبراني ضعيفة أغلب ما تفرد به بل هناك ما هو عكس ذلك. يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا اشترى من شخص سلعة فأعجبته بسرعة يفارق المجلس سريعا حتى يقطع للآخر سبيل التراجع. حديث أتراني نكستك لا حديث جابر قال في مسلم صحيح مسلم. نعم صحيح مسلم. لما نجمع ده مع حديث أتراني نكستك الحديثين مع بعض أنا بتكلم دلوقتي عن التصرف إن إحنا أحيانا بنوضع في هذا الموقف أجد أن التاجر قد يعرض سعر أقل من حوله. إحنا عندنا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام البيان بالخيار من لم يتفرقا فإن نصح وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. فإذا بينت يلزم إذا بينت خلاص ذكرت لك يعني يلزم إن أنا أبلغ مثلا الأخت اللي بتبيعها أقول لها مثلا السعر المباعي الآن كذا وكذا وكذا عشان تكون على بينة. هذا يلزم كل من وضع في هذا الموقف أن يقال أن البيع عرض وطلب وبالتراضي. عرض وطلب وبالتراضي هذا الأصل لكن البيان أفضل بيان العيوب بيان الأسعار السوق العامة كل أرى هذا السعر هذا يا أرى أن سلعتك تساوي كذا لكن لن أخذها إلا بكذا أنت حر. السلام عليكم. عليكم السلام مولانا. تفضل. سؤال مولانا هل يجوز للأب أو الأم أن يعطي أحد أبنائه من ثروته أحد أبنائه من ثروته يعني هبة في الدنيا ولا إيه بالضبط؟ نعم في الدنيا نعم هبة في الدنيا لظروف ما يعني هو الأقل بالنسبة للحالة الاقتصادية يعني الهبة المسببة لا بأس بها الأصل العدل في الهبات لكن إن كان هناك سبب يدعو إلى التفريق في العطاء جاز. ولد مريض مرض مزمن أو ولد يدرس في دراسة استدعت مبلغا أكبر من إخوانه لا يعني شقة مثلا هو يعني معاه مثلا مسكن ضيق وإخواته الباقين في مسكن أفضل فيريد أن يعطيه مسكن وهكذا لا الكبيرة يعدل فيها الهبات الكبيرة يلزم العدل فيها الأشياء التي هي متحملة ولأسباب لا بأس بها. طيب البيع يا مولانا وحب يبيع له بسعر أقل من السوق ما هو أيضا الأقل من السوق لابد في حدود المعقول وإلا سيكون التمييز معقول يعني مثلا مبلغ 20,000 ب25,000 بحوله ب20,000 متحملة يجوز يعني بهذا التوصيف الذي ذكرت. نعم نعم شكر الله لك. لك يا رب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدنا. تفضل. كنت أنا لسه جاي من العمرة وكان معايا أخ في الغرفة كان هو العمل بتاعه صناعة بيصنع العود اللي هو بتاع الألحان الموسيقى. فكان جايب الاوتار معاه وكان طلب مني ان انا احملها معايا وانزلها مصر فانا رفضت لاقتناعي بحرمانية العمل بتاعه فماذا ترى صنيعي؟ موفق تمام بارك الله فيك.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى معايا؟ معك. بعد إذن حضرتك، كان ليا صديق كان أخذ قرض من البنك بمقدار 100,000 جنيه وبعدين خسر منهم 40,000 جنيه. قبل ما يخسر اللي هو المبلغ اللي هو 40,000 كان هو عارف إيه، يعني حد قاله إن هم القرض بيبقى حرام ومش عارف إيه، فحاول إن هو يرجع المبلغ للبنك. قال البنك قال له لا، ما ينفعش يترجع المبلغ إلا بعد 6 شهور. المهم اشترى عربية بعد لما خسر 40,000 جنيه، 60,000 دي اشترى عربية. فلما العربية تقريبا، يعني أنا مش فاكر التفاصيل بالضبط، المهم باع العربية دي تقريبا وجاب اسمه ده ذهب تقريبا، جاب ذهب. الذهب المهم الذهب غلي بقى ب80,000. فهل لو هو رجع ال80,000 دول للبنك هيبقى الفرق ال20,000 دول هيبقى كده هيبقى عليه يعني حرمانية أو حاجة؟ لا، يعني هو الآن وقع في الإثم أول مرة. نعم. وقع في الإثم للاقتراض بالربا. نعم. ثم حاول أن يصلح، عجز عن الإصلاح المباشر، فيكفيه أن يستغفر الله. نعم. وأن يرد للبنك حقه. بارك الله فيك. نعم. والعشرين ألف دول معلوش حاجة فيهم، اللي هما الفرق. فرق لصالح نفسه يعني. نعم. لسام حضرتك. كسب هذا ربح، هو نفسه ربح. لا هو خسر، يعني هو بدل ما مثلا هيردهم للبنك هيردهم 80,000 مش هيردهم 100,000 بالمختصر كده. أنا مش فاهم، يعني الآن هو لما اشترى ذهب أو هيردهم 100,000 وال20,000 هيبقى واقع عليه خسارة 20,000 يعني. ما الخسارة ومكسب الآن؟ الآن هو اقترض من البنك ووقع في الذنب بالاقتراض من البنك، وقع في الكبيرة. نعم. حاول يصلح ما استطاع، تاجر وباع واشترى، نسأل الله أن يغفر له ويرد للبنك حقه الذي اتفقوا عليه. ده الأمر. نعم. نعم. ماشي. ألف شكر لحضرتك. الله يبارك فيك. الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مولانا؟ الحمد لله. بارك الله فيك. كنت بسأل حضرتك بس بعد إذن حضرتك. اسأل. رجل تعدى 60 من عمره. تعدى 60 من عمره. ومعه امرأة برضو تجاوزت 50. نعم. فكان كل ما اقبض معها يعني يحصل مشاكل، يقول لها ايه انت ايه اللي مقعدك معايا؟ ده انا مطلقك من زمان. طب فاحنا حضرتك لما سألنا ستة في ستة وقال لك انت طالق كده طلاق صريح، سألت لا عمره ما لهان، فهل هو كده؟ طيب يسأل هو يسأل. نعم. هو يسأل ما قولك أنت مطلقة من زمن؟ يسأل الزوج. يسأل الزوج هو اللي يسأل. طبعا الزوج يسأل. نعم. شكرا. بارك الله فيك يا مولانا. فيك الله يحفظك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا الحبيب. تفضل. كيف حالك سيدنا؟ طال الله في عمرك وأحسن في عملك يا مولانا. في طاعة الله جميعا يا رب. اللهم أمين يا رب العالمين. سيدنا أرجو أن صدر حضرتك يتسع لي، يعني إن شاء الله لدي سؤال وطلب إن شاء الله على وجه السرعة والاختصار بإذن الله. تفضل. أما عن السؤال مولانا، فأنا بفضل الله تبارك وتعالى معلم قرآن كريم وقراءات. أتاني أحد طلاب يعني يريد أن يدرس علي قراءات، ولكن هذا الأخ هذا الله يعني ينتمي إلى فرقة كده من الفرقة التي تقع في العلماء بدعوى الجرح والتعديل وما إلى ذلك، فأنا أكره أن أعطيه هذا العلم، فهل إذا منعته من هذا يعني علي إثم أو شيء، أو أكون قد كتمت علما؟ يعني هو يريد تخصيص وقت معين خاص به أو سيدرس مع الناس؟ لا هو سيدرس مع الناس، لن أخصص له وقتا معينا. لا تطرده، علمه لعل الله أن يصلحه بك. الله المستعان. هذا بالنسبة إلى السؤال سيدنا، جزاكم الله خيرا. أما بالنسبة إلى الطلب، فأنا يعني أريد أن أتشرف بطلب العلم أخذ العلم عن فضيلتكم، ولكن لا تيسر لي الأمر في الحضور،
فلو كان هناك مجموعة على يعني وسيلة من الوسائل عن بعد التي يسمونها أونلاين يعني، فأرجو التواصل من الإخوة معايا يعني لو بعد إذن فضيلتكم يعني. أسأل إن شاء الله الإخوان، ولو زرتنا مرة يكون في خير إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك يا أنا الأستاذ. ما الأولى زواج البنت ثم بعد فترة من الزواج تنزل العمل لمساعدة الزوج في ظل هذه الظروف، أم على الجميع الصوم؟ البنت ليس بواجب، أو الزوجة ليس بواجب عليها أن تعمل، إنما الإنفاق مسؤولية الزوج. فإن أرادت هي أن تعمل عملا حلالا بعيدا عن الفتنة والاختلاط جاز لها ذلك من غير إجبار كما أسلفت، والله أعلم. قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخنا. نعم. رجل قال زوجتي والله العظيم ما تروح المكان الفلاني لتكون طار، وراحت. ها؟ رجل قال زوجتي والله العظيم ما تروح المكان الفلاني لتكون طار، وراحت. أقسم. أقسم. أقسم إن ذهبت إلى هذا المكان تكونين طالقة. بالضبط. رأي الجمهور أن هذا الطلاق واقع، ومن العلماء من يدخله في الطلاق المعلق ويقول يكفر عن يمينه ولا يقع الطلاق. الله يبارك فيك. هل هذا الحديث ثابت؟ إذا صلح الراعي صلحت الرعية. لا أعلم له سندا ثابتا، بل النجاشي كان كافرا كان مسلما والرعية كفار، أو الرعية ليسوا بمسلمين، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شيخ لو سمحت، أنا بحاول ألتزم ولبست النقاب من فترة وبحضر دروس علوم شرعية وكده، فتقدم لي شاب يعني أهل من تقابات بابا شيخ وهو برضو. أنا إيه عفوا؟ تقدم لك شاب بما شأنه؟ أهله منتقبات وبابا والده شيخ يعني، وهو برضو قال إن هو ملتزم بيصلي كل صلاة في المسجد وملتزم. تمام. سألت عن التدخين وكل ده، قال إن هو مش بيعمل كده. بعد الخطوبة يعني أول يوم الخطوبة كان عايز هو اللي يلبسني الذهب، فطبعا رفضت يعني. فبعد كده اكتشفت إن هو بيدخن يعني عفوا، تمت الخطوبة ولا لا؟ تمت الخطوبة لكن لم يتم العقد. لم يتم. واكتشفت أشياء لا ترضي الله في هذا الشخص. زي التدخين والأغاني. بس يعني مثلا لما واجهت بابا بالكلام ده قال إن هو بيحاول يتغير، وهو نفسه قال إن هو هيحاول يتغير. وأنت صالحة ومنتقبة ودينة؟ نعم. أنت صالحة ودينة ومنتقبة؟ سمع حضرتك. أنت صالحة لا نزكيك على الله ودينة ومنتقبة؟ نعم. لا تقبلي بل غيره، تكافوا مطلب. هل من حق الزوج أن يجبر الزوج على المعيشة في بيت عائلة؟ ما صورة بيت العائلة يعني؟ هل هو له شقة مستقلة منزل خاص به وبزوجته أم لا؟ ليس من حق أن يجبرها على الاختلاط المحرم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ بخير ولله الحمد. بارك الله فيك. وفيك بارك الله. بقول لحضرتك يا شيخ مصطفى، انا لو عملت اطعام بس ما اطعمتش مساكين، اطعمت جيراني. اطعمت ايه؟ اطعمت الجيران يعني، بس هم مقتدرين. عملت اطعام ووزعته على جيراني. كفارة يمين ولا غير كفارة؟ والله يا صدقة بنية شفاء بناتي عائشة وخديجة. الله يعافيه يا جميل. الله يعافيه.
والله لا يجوز يا شيخ مصطفى ولا؟ ايوه انت ماجور للسبس، لا تكون كفارات، لان الكفارات اشترط فيها ان يكونوا مساكين. اما الطعام العادي فالرسول عليه السلام يقول: يا ابا ذر اذا طبقت لحما فاكثر مرقها وتعه جيرانك. ويقول عليه السلام: لا تحقرن جاره جارتها ولو فرس شاء، فالاهداء جائز. ولكن ايضا اجتهد في اطعام المساكين. بقول لحضرتك يا شيخ مصطفى، لو عندي في الشغل حد بيتوضى غلط او بيصلي غلط، وانا جيت قلت له كده غلط وهو اتضايق وقال لي انا مش هصلي معاكم او مش هصلي خالص، انصحه تاني ولا اسيبه عشان يصلي ولا اعمل ايه؟ لا انصحه، وكل غيرك ينصحه، يمكن اسلوبك لم يناسبه. اصل احنا يعني لما يعني في حاجات احنا يعني بيقول احنا تربينا عليها ومش عارف اعمل معاهم ايه والله. لا علمه بالحسنى، يمكن انت اسلوبك شديد شوي. ماشي يا شيخ مصطفى، الله يكرمك. نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. ربنا يديك الصحة، ربي يبارك فيك لحضرتك. الله يسلمك، تفضل. عندي سؤالين يا شيخ. مرحبا يا إبراهيم، تفضل. الأول، في بنت يتيمة أم وأب وهي الآن حامل بدون زواج. يتيمة أم وأب وحامل بدون زواج. لا تسمى يتيمة، حامل وتسمى يتيمة. كلنا يتم بهذا التوصيف، هذا توصيف غلط. يعني والدها ووالدتها متوفين. ايوه، اليتم ينتهي بالبلوغ. تمام. طيب هي السؤال، طيب ما السؤال؟ عفوا. حامل في الشهر الاول وعايزه تنزل الطفل لان مفيش حد، يعني اللي حصل منه الحمل سابها ومشي. يعني فجرت يعني؟ نعم. ايه في الشهر كام؟ في الشهر الاول. هل يجوز نزول الطفل ولا؟ طيب ممكن اعتذر لك، الامر اخف ما لم تنفق في الروح، لكن اعتذر لك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مرحبا يا ابو اسماعيل. الله يعمر شيخنا. انت واياكم. مسألة سؤال بعد اذنك شيخنا. ها؟ ان الله سبحانه وتعالى له ارادتان، اراده شرعيه واراده كونيه. نعم نعم نعم، ماذا قلت؟ ان الله سبحانه وتعالى، ايوه، له، الله سبحانه وتعالى له ارادتان. ايوه، الاراده الشرعيه الدينيه، نعم، والاراده الكونيه القدريه. تقسيمات بعض العلماء. جزاك الله خير شكرا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر؟ والله يريد أن يتوب عليكم، تختلف، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم. الله يسلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا شيخ مصطفى؟ بخير والحمد لله. معلش يا شيخ، عندي سؤالين إن شاء الله. أول سؤال يا شيخ مصطفى، أنا كنت كان عندي 15 سنة تقريبا أو 14 سنة، فكنت بشتغل عندي شغلانة يعني، فكنت ساعة ما كان كنت أخذت يعني الواي فاي من إذنهم في المحل. جزاكم الله خير يا فتحي وعثمان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله يا مولانا. اتفضل. بقول لحضرتك بخصوص ال السؤال اللي سألته لحضرتك، ان هو الاب او الام يبيع لابنه حاجة اقل من سعرها في السوق. احنا قلنا لك القلة المحتملة لا بأس بها، لإلا يعني هو حضرتك اشتراها منه، الام اشترتها من ابنها ب23,000 وابنها احتاجه، فهي قالت له وحدها لك ب20,000. هل كانت حيلة ولا ايه؟ لا مش حيلة يا مولانا، ده يعني النية صادقة فيها. لا بأس. بس حد من اخواتهم، مع اخوات كتير كلهم موافقين، في واحد من اخواته قال له لا ده انا ما انا مش انا رافض. رافض ويرفضها، مش ليس هو صاحب الحلال. تمام. هل الاب او الام اذا اراد ان يبيع شيئا يستأذن كل الاولاد ابيعه بسعر كذا او لا، ولا ابيعه؟ ليس من حقهم. نعم نعم، شكر الله لك. وعليك الله يحفظك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا دايما بمخالفة اليهود، حلو كده؟ حلو. طيب لو ثبت بالدليل إن الأئمة من أي قيمة المنقولات عادة يهودية إن هم أول من ابتدعوها أول من يا أخي خاف من الله يا أخي، يا أخي لا تحرم ما أحل الله، أنت كيف تستقف أمام الله وتتكلم هذا الكلام؟ أنا مش أنا اللي بحرم يا شيخ. يا أخي اتق الله يا أخي، اتق الله يا أخي، ما تحرمش ما أحل الله. أنت ظن أنك محسن وأنت يا شيخ وعالم بيقول يا أخي عالم من بس أنت العالم، أنتم مجانين ولا إيه اللي حصل لكم؟ إيه اللي حصل لكم؟ إيه العقول أصابها خلل؟ يعني أنتم علماء العصر ومن 100 سنة وقائم الزواج شغالة في مصر، تطلعوا تقولوا لنا بكلمة إن قائمة الزواج حرام؟ يا أخي فهموا، فهموا الدين يا أخي، افهم الدين. لا حرام يا شيخ. أنا ما هو أتباعك بيقولون كده الكلام ده، وأنت جاي تجيب لنا خرافات، أنت جالس تخرف. مش إيه الكلام اللي يتكلم، إيه الكلام الفارغ اللي أنت تقوله أنت هو؟ عادة يهودية ومعدل. يقول لك القائمة قائمة الزواج عادة يهودية وحرام. نالك الصداق يجوز يكون نقدا عينا، وفصلنا في هذا مئات المرات. مالك خاف الله انت، اتق الله شويه. انا اعوذ بالله. شوف اللي في كل عز الائمه عاده يهوديه وهي حرب. يا اخي صلوا على رسول الله. مش عارف الناس دي تتجرأ تتقول على الله بغير علم، هذا حلال وهذا حرام. السلام عليكم. السلام عليكم. سامي عبد الرحمن هذا وعليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. بقول لحضرتك يا شيخ مصطفى، الحديث اللي هو أبو هريرة وابن عباس، لما أبو هريرة بيقول لابن عباس رضي الله عنهم جميعا يعني فإذا ضربت لك، فإذا قلت لك رسول الله فلا تضرب له الأمثال، الحديث بتاع توضأ مما مست النار. فدلوقتي النسخ والمنسوخ يعني عايزين نعرف الشروط بتاعتها، عشان دلوقتي ابو هريره اسلم متاخرا. بس ما تكلمش كتير بدون علم، انت قاعد جالس تلخبط شويه. نعم انت جالس تلخبط شويه، يعني ما انتش عارف ابو هريره اسلم اول ولا ابن عباس اسلم اول. لا ولا الاثر صحيح ولا ضعيف. اسمع الكلام، جواب على سؤالك، انت تريد السؤال عن الناسخ والمنسوخ. لنا على اليوتيوب كم درس يا عبد الرحمن؟ اظن 100 درس في صدد في أمثلة الناسخ والمنسوخ من القرآن والناسخ والمنسوخ من السنة، ممكن ترجع إليها في المقدمة فقط، ارجع للمقدمة للوقوف على الناسخ والمنسوخ. طيب شكرا. شكرا الله يسلمك. ليس السؤال يكون فاهم وبيقول لي يا جماعة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم شيخنا. وفيكم بارك الله. لو سمحت شيخ مصطفى، شخص كان مسافرا لم يصلي المغرب والعشاء، عندما رجع دخل المسجد بعد أن انتهى من صلاة العشاء فصلى المغرب وأتم به آخرون بنية العشاء، هل يجوز التشهد الأخير؟ لا، هو نفسه يصلي صلاته التي نواها، وهم يكيفون أنفسهم بناء على صفة صلاتهم. هم لا يعلمون أنه يصلي المغرب. طيب هو جلس في الثالثة صح؟ ينوون المفارقة، ما في مشكلة، أو يجلسون إلى أن يسلم ويقوم ويقوم قائمهم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سمعت يا شيخ، عايز أسألك كم سؤال كده. سل. حضرتك ليه كتاب، حققت كتاب التسعينية للمسامية؟ كتاب إيه؟ التسعينية. التسعينية لابن تيمية؟ التسعينية، محقق كتاب اسمه التسعينية. ممكن دي اسم تاني، انا ده الاسم اللي معايا، حتى انا معايا الكتاب. طابعة مكتبة فياض. طابعة مكتبة فياض. نعم نعم نعم. اي من زمن. نعم صح. هو من سنوات طويلة قوي يعني. ها؟ من سنوات طويلة. سؤالك يعني ايه؟ صعب الليل. سؤالك ايه؟ ما سؤالك؟ ما سؤالك؟ انا بس عايز اسال المعظم المتفرس. ايوه. من تصنيفه ايه الحكمه من تصنيفه؟ يعني ليه مش زي مثلا نصات اطراف الحديث او نصات الاشراف بالطرف الطرف الحديث تجيب الحديث؟ يعني
تقصد المعجم الفرس للفظ الحديث نعم الذي ألفه المستشرقون؟ أنا بدري يعني. أيوة المستشرقون ألفوا المعجم الفرس للفظ الحديث، لكن قبل ظهور الآلات الحديثة والتقنيات الحديثة صنفوه لكي يقفوا على الإسلام وينظروا في الأحاديث وتجارة، كانوا مصنفينه تجارة والله أعلم بمرادهم، هل كان مرادهم النيل من الإسلام أو ماذا، لكن طريقتهم كده تخريج الحديث بناء على كلمة فيه. نعم ما في مشكلة. طب شيخ معيش أخ سؤال، لا حول ولا قوة إلا بالله، كتاب الفرقان لحضرتك برضو تحقيق حضرتك برضو؟ أيوة أيوة حققت الفرقان من زمن طويل قوي هذا الكتاب برضو. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم أي نعم عدة مرات. نعم طيب معلش يا شيخ، انا والله الكتابين دول صعب جدا الاقيهم دلوقتي صح؟ لا مش صعب ولا حاجه، موجود التسعينيه موجود في مكتبه فياض، زورنا ان شاء الله ونعطيك نسخه هديه باذن الله. والفرقان ده مشهور جدا في كل الكتب في جل المكتبات كده، سواء بتحقيق او بتحقيق غير يعني. جزاك الله خير وياكم. بارك الله فيك يا ياسين الحسوني في اهل بلدك. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته الشيخ مصطفى، بارك الله في عمرك. في عمرك ولا عمرك؟ في عمرك. اي احسنت. واسال الله ان يحفظك. ولك بمثل، واياك والسامعين والسامعات. حكم المعاش التكميلي يا شيخ مصطفى. والله ما نستطيع ان نحرمه، لكن يعني لو استطعت ان تتقيه فعلت. لكن ما استطعت ان نحرمه. شكرا. تمام. طب بالنسبة دلوقتي لو أنا توضأت وصليت مثلا الفجر وبقيت الصلوات بمسح الشراب فيها مشكلة؟ خمس صلوات لبست الشراب على وضوء، خمس صلوات على رأي من يقولون، على رأي من يقولون بجواز المسح على الجورب، لأنك تعرف المسألة مختلف فيها. يعني يجوز عشان انا في الشغل يعني يجوز على راي عدد من العلماء، انا اختياري ان مسح الجرب لا يجوز، هذا اختياري، لكن نهت المساله خلافيه بين العلماء. تمام. طب معيش حديث دعاء اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي وقله حيلتي وهون على الناس، سنده ضعيف لك عدل التاريخ عبد الرحمن. الله خير. الله يكرمك. عشان دخل يوم 16 الساعه 12. ايوه دخل يوم ماشي. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله ينفع بيك يا رب. أنا كنت عامل سؤال، بس أنا شغال مع شركة أساس، معرض أساس يعني. تمام ماشي. فأنا شغال معهم في مجال الدعاية والإعلان، لكن الشركة دي أنا بروج للمنتجات بتاعتهم وكده، لكن الشركة دي بتتعامل مع بنوك يعني بدون فوائد وبدون اقساط، بس انا مش عارف ده صح ولا لا، يعني مش عارف هم فعلا بدون فوائد وبدون اقساط ولا هم بيقولوا كده وخلاص. فهل انا علي مثلا وزر او حاجة في الشغل بتاعي معاهم؟ عادي السؤال. انا شغال مع شركة معرض اساس، تمام؟ انا شغال معاهم في الدعايه والاعلان، يعني بعمل دعايه للمنتجات بتاعتهم، الغرف النوم وغرف السفره وغرف الصالون وكده. فهم الشركه دي او المعرض ده بيتعامل مع بنوك بنظام الاقساط يعني، بيقسط للعملاء بالصبر والزبائن اللي عندهم بدون فوائد وبدون اقساط، بس ده على كلامهم انا مش عارف فعلا ده صح ولا لا، بس ده على كلامهم. صبرا اسكت بقى خلاص، سمعت السؤال. هذا يا شيخ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. يعني في معرض يبيع أساس، سراير، سرير، دولاب، كرسي، أنتريه، صالون، وأنت تعمل دعاية، وسائل دعائية سواء مرئية كهربائية خطية، تعمل دعاية لهذا المعرض، لا إثم عليك، أنت عملك صحيح. كون يبيع بطريقة ربوية ما يبيعش بطريقة ربوية ليست عليه عندك أنت أي مشكلة في هذا الصدد. أنت الآن تعلن عن أن المعرض الفلاني عنده سراير وتجيب صورة سرير وتضعها، لا اسم عليك أنت. تمام. طيب لو هو طلب مني في مرة يقول لي احنا عايزين نعرض أو نعمل إعلان على أن احنا بنقسط من البنوك. من البنوك؟ أه. ده لا ارفض، هنا ارفض.
تمام. وبصراحة أنا هو طلب مني قبل كده وأنا عملت، بس ما كانش طلب مني واحدة مرة قبل كده، ممكن يطلب مني تاني. فالمرة اللي فاتت دي بتتحسب إزاي طيب؟ عشان يعني الرضا ربنا قال فأذن بحرب من الله ورسوله أو حاجة زي كده في الآية، حاجة زي كده. إذا كنت جاهلا عفى الله عنك ولا تعود، كنت عالما تصدق. أنا صدق تصدق واستغفر. تمام. صدقة لا مقدار معين او حاجة؟ انت كنت عارف ان هي حرام؟ بصراحة انا ما كنتش عارف هي حرام ولا حلال، بس قلت هعملها بسأل، فيعني ده راحة يعني. خلاص زي ما قلت لك، الله يحفظك، تصدق واستغفر. شكرا عبد الرحمن. بهذا القدر اجتزئ حمدا الله مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا، وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض ومن فيهن. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأثرنا ولا تؤثر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك يا ربنا من الحور بعد الكور يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا، واجعل لنا من لدنك نصيرا، وكن لنا ظهيرا، وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين أينما يكونون وحيثما يكونون، فك أسر أسيرهم، واقض الدين عن مدينهم، وفرج كرب مكروبهم يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى، وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى، وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين، اغفر لنا يا خير الغافرين، وافتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، وأكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين، وارفع درجاتنا في عليين يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام، احفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع. اللهم يا سميع الدعاء طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأخلص نوايانا وأصلح أعمالنا. اللهم يا ربنا اسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. نسألك يا ربنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.